قال: ومن عاش في بلاد ويسمع فيه الإسلام. وأنا بس بذكر موضع الشاهد اللي هو رد عليه بس، ما عندي يعني داعي بكل الفتوى الآن يعني في المجلس. وذكر قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. قال: بني إسرائيل لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: لم يعذرهم الله لوجود الدعوة، فكان في بيان هذا الفريق تقريبا الكفاية في إقامة الحجة. وده يبين لك إنه الكلام ده فيه رد عليه، لأنه أصلا بنو إسرائيل قال لك موسى عليه السلام بين لهم وربنا ما عذرهم لوجود شنو؟ الدعوة. دعوة منه كمان؟ دعوة رسول من العزم الخمسة من الرسل، وهو موسى عليه الصلاة والسلام. ولما قالوا اجعل لنا إلها، قالوا له منه؟ في غيابه ولا في حضوره؟ في حضوره. يعني الرسول قاعد بين صورهم ويناهم عن الشرك. الفتوى قالت عشان كده ربنا ما عذرهم. عرفتوا يا جماعة؟ فإذا الفتوى دي بتخدم خط الزول ده ولا بترد عليه؟ الزول ده بيقول ما في عذر بالجهل، خلاص الفتوى دي بترد عليه، لكن هو ما فاهم اصلا. فتوى ثانيه قراها، قال: أبابطن العلامه، لا صحيح أبابطن، هكذا قال علماؤنا مشايخنا، علامه أبابطن رحمه الله، قال: من استهزأ بالله كفر، ومن قذف عائشة كفر، إلى أن قال: ومن استحل المحرمات وجحد شيئا من العبادات يكفر، إذا كان مثله لا يجهل. إذا كان شنو؟ مثله لا يجهل، يعني ما عنده عذر، لأنه زول المثل في مكانه في 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 المكان اللي هو فيه وفي غيره ما يجهل، يبقى ده مفرط. شغيل الشيخ الفوزان قال: إذا في علم وفي علماء، قال في بلد علماء سنة مش علماء بدعة، الزول اللي وقع في الشرك ده هو فرط ما مجى سالم، ده يكفر، لأنه ده شنو يا جماعة؟ مفرط. فالعلماء موجودين، لكن احنا بنتكلم يا جماعة عن واقع بتاع ناس عبدوا غير الله، استغاثوا بقبر أو دعوا قبر إلى آخره، وما في زول ذات ورام ده شرك، بل في العكس في علماء بتاعين شرك وبتاعين ضلال قالوا لهم ده بيجوز وده توسل. ودي نفس صفة العلامة الإمام محمد أمان الجامي، قال: نحن ما بنتكلم عن واقع مثلا زي المملكة العربية السعودية فيها علماء وفيها أئمة، قال بنتكلم عن واقع بعض البلاد البعيدة الما فيها مناطق وقرى ما فيها داعية واحد للتوحيد، بل الدعاة الموجودين دعاة شرك، يقول لهم استغاثة بغير الله بيجوز، دعاء غير الله بيجوز، هو قال فلان ويا عباد الله احبسه، يجيب لهم احاديث باطلة واخرى ضعيفة واخرى مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام. شفت كيف؟ فده ده الذي يعذر بشنو؟ بالجهل، لأنه فعلا جاهل. فتوى ثانية نقله، وعشان اوريك كل الفتاوى هي رد عليه، قال: ايوه، قام نقل الفتوى دي والله من اعجب الفتاوى، ده ورد عليه عديل. قرا عن احد علمائنا، قال: من مات قبل بلوغ، قال: من مات قبل بلوغ هذه الدعوه، خلاص قبل بلوغ هذه الدعوه فانه لا يكفر، وان كان قامت عليه الحجه فانه يكفر، واما اذا لم تقم عليه الحجه فانه لا يكفر. حتى العالم كرر ثلاث مرات، العالم النقد عنه كرر إقامة الحجة دي ثلاث مرات، وإنه الإنسان ما يكفر إذا ما بلغت الحجة، ويكفر إذا بلغت يا جماعة الحجة. زود أنا ما أعرفه بيتكلم كيف. طيب ثاني نقل فتوى، ونحن لسه ما جبنا لك الكلام على العلم الثاني، احنا دارين نجيب لك كلام القرادة بس، إنه ما في فتوى قراء إلا هي رد عليه، وإلا هي تشترط إقامة الحجة على الزول حتى يكفر، عكس عقيدة الرجل ده. طيب فتوى ثانية قراءة، قال: نعم،
قال قال إن عباد القبور ليسوا بمعذورين بالجهل إذا أقيمت عليهم الحجة. يبقى ده نفس يا جماعة الموضوع هو رد عليه. طيب تاني قرأ عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأنا ذكرت منها فتوتين جوا هناك في المسجد في الرد عليه، في واحد فتوى ثالثة هو ذكرها. قال شيخ الإسلام لا يكفر من وقع في الشرك. ده واحد بيرود قال على ناس فهموا كلام ابن تيمية غلط شيخ الإسلام. قال لا يكفر من وقع في الشرك إلا بعد قيام الحجة من الإمام أو نائبه. وقام مشى الزول البيرود ده ذاته القرى من الكتاب هو نفسه، قال هذه الجملة لا أصل لها من كلامهما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الغيم. هذه جملة اللي هو الزول اللي قال قيام الحجة يكون من الإمام أو شنو يا جماعة أو نائب، وده باطل، ده باطل، احنا ذاتنا بنقول باطل. طيب حتة لا يشترط فهم الحجة اللي هو قطعه وبتره وجابه من كتابه، ده كلام ده باطل والله من أبتل الباطل. من القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له، من بعد ما تبين له الهدى، يعني زول الدر تقيم عليه الحجة ده لابد الهدى للحجة تتبين لمنه، ليك انت الدر تبين له ولا له؟ ربنا قال من بعد ما تبين لك ولا من بعد ما تبين له؟ يبقى لازم يتبين له. طيب اذا ما فاهم هل ده بنقول يتبين له ولا ما تبين؟ ما تبين، ده ما عربي واضح، القرآن ده عربي واضح، لكن الزول ده زول بيلف وبيدور بس يعني يوقع الناس في التكفير. يا اخي نحن هو الناس دار ندخلهم جوا الاسلام دار تمرقهم برا، القاعدين جوا دار تشيلهم تديهم شلوت تمرقهم برا، ده كلام عجيب. وانا هذا بستغرب والله من دعوه باطله ودعوه فاشله زي الدعوه دي. يا ناس في بلدنا دي في قباب وفي اضعه ودي قبه بيجاسه شفناها، والختميه مالين البلد الا من رحم الله من الناس الطيبين يعني. خلاص ليه ما يسخر دعوته وجهده في هدايه هؤلاء بدل ما الناس الجوا دار يمرقهم برا؟ هذا كلام والله ده من أبلد الأفهام، الفهم زي ده ده من أبلد الأفهام ومن أبطل الدعوات. عشان كده الشيخ ربيع لما نتكلم عن مثل هذا الرجل قال الذين شعلوا وشغبوا بمسألة العذر بالجهل وقال ما في وقالوا ما في عذر بالجهل، قال هم طائفة الحدادية. حدادية دي شنو؟ قال الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه الله، وهم أي الحدادية طائفة تكفيرية متسترون بلباس أهل السنة. وكل الناس أن ناقشناهم نحن وناظرناهم في مسألة العذر بالجهل في النهاية تبين للناس كلام الشيخ ربيع ده أنه طلعوا تكفيريين وبعضهم طلعوا تابعين لداعش عديد. لكن دي الرمية الأولى اللي بيرموها للناس، دي الرمية الأولى اللي بيرموها للناس. والعلماء زي ما قال الشيخ العثيمين فهم الكلام ده كويس رحمه الله، ما اختلف العلماء ابدا ولا واحد في علمائنا قال ما في عذر بالجهل اصلا، ما في. ونتحدى اي زول يجيب واحد من علمائنا قال ما في عذر بالجهل اطلاقا، ما في. العثيمين قال لانه اللي بيقول ما في عذر بالجهل لزمه ان يقول لا داعيه لارسال الرسل، لان الرسل اصلا جو عشان يقيموا الحجة على الناس. ربنا قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد شنو يا جماعة؟ بعد الرسل. وربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فده الدين كده، ده الإسلام كده. فالعلماء ما قالوا زي كلام الزول ده، ولا واحد عالم قال ما في عذر بالجهل، ما في. لكن الشيخ العثيمين قال الخلاف وين؟ قال علمانا كلهم اتفقوا انه في عذر بالجهل، لكن اختلفوا في من هو الجاهل، دي جزئيه. مو زي كلام الزول ده، ده كلامه باطل ده كلامه باطل من ابطل الباطل الرجل ده. وده منهج، المنهج ده الذي يؤصل له هذه الايام انه ما في عذر بالجهل اصلا، وهؤلاء كفار وهؤلاء كفار، ده منهج التكفيرين يا جماعه.
زي ما قال الشيخ ربيع، قال شعلته كما قال طائفة الحدادية وهم طائفة تكفيرية متسترون بلباس أهل السنة. أفهموا الحتة دي يا جماعة؟ بعدين نحن بدل ما نشغل نفسنا بدعوة التوحيد وندعو الناس إلى التوحيد وننهاهم عن الشرك والبدعة، يقعد يا أخي يشغلونا بمسألة عذر بجهل، جهل عذر بجهل، عذر بجهل، عذر بجهل، عذر بجهل. ده مما يدل على سخافة أفهام كثير من هؤلاء، ده ما فاهمين الدعوة أصلا. ودي ودي دائما الحزبية بتولد لنا ناس زي ديل، صار السنة بجاي، جمعية الكتاب بالسنة بجاي، صفوجية بجاي، بيلدوا لنا ناس زي ديل جهلة وضلال ومبتدعة. ليه؟ لأنه أصلا صار السنة والجمعية وغيرهم هذه الطوائف الحزبية العلماء قالوا ما قامت على العلم أصلا. بل الشيخ الألباني قال ليس فيهم عالم واحد. رأيك شنو في كلامه؟ الكلام ده الألباني قالوا عن أنصار السنة في السودان في سلسلة الهدى والنور. الألباني قال ليس فيهم عالم واحد. والله بأضاني سمعته موجود عندي مسجل. أما الشيخ مقبل قال أنصار السنة في السودان بدأت دعوة عظيمة لم يسبق لها نظير في البداية، قوية كانت. قال بعدما دخل عليهم عبد الرحمن عبد الخالق بديناره، دخل لهم بالقروش، قال وترأس عليهم محمد هاشم الهدية. ده منو؟ ده كلام الشيخ مقبل الإمام العلامة رحمه الله. قال ضاعوا. قال والسبب في ضياعهم سببان، الأول عدم اهتمامهم بالعلم. حس يقول لك قاعد تشتم العلماء يا زول، العلماء قال لك ده ما في معالم جت، ما في، مش ما في عالم، هم ذاتهم ما مهتمين بالعلم ذاته. يا هو قروش تجي ابن جامع وبتاع ويركب عربات، موضوع انتهى. عدم اهتمامهم بالعلم وعدم اهتمامهم بالتربية، أكيد طلعوا ناس كتار تكفيرين من أنصار السنة، صحيح؟ طلعوا ولا ما طلعوا؟ كتار جدا، وفيهم ناس قاعدين معاهم ماسكين فوق رئاسة الجماعة الليلة منهجهم منهج السرورية الخوارج، صحيح؟ دكتور عصام الدين أحمد بابكر أحد أكبر زعماء جماعة أنصار السنة المحمدية، جناح الإصلاح. المهم كله هوس في هوس. طيب طيب قال أيضا قال العلماء يقولوا اليوم وصل العلم في كل محل. شوف أول حاجة، أي عالم ده لو سلمنا إنه الكلام ده ما كلام من رأسك، لو سلمنا جدلا إنه كلام عالم من علمائنا مثلا، كل عالم يؤخذ من قوله وشنا جماعة ويرد. هسه الجملة دي ما صحيحة، دي ترد. العلم ما وصل أي محل، توافقوني ولا تخالفوني؟ أي محل في الكرة الأرضية دي ولا العالم ده، إنجاز المسمى العالم ده، أي نقطة فيه وصل العلم المدين يعني وصلهم الإسلام بصورته الصحيحة؟ أنا أسألكم، كذب يا أخي. يا أخي قبل إذا جايبين في الواتساب وقاعدين في السودان النسويين، ما شفتهم كبار عجائز بقول لهم الرسول منو؟ بيقولوا شيخنا منو كده الجيلي. ما سمعتهم؟ بقول له أقرأ الفاتحة، بتقول ما بتعرف حاجة اسمها فاتحة. فده ده كلام فاضي يا شيخ. بعدين في ناس ما عندهم كهرباء ذات، ولا عندهم موبايل، ولا عندهم اي حاجه، ما في ولا باي حاجه، ناس مقطوعين في الخلطة. فده اول شيء، دي معلومه ذات تخالف الواقع، ده اول حاجه. طيب طيب قال ان الانسان لا يكفر الا بالاعراض عن تعلم ما يدخل به إلى الإسلام. هذه برضو رد عليهم. الفتوى دي هنا بتتكلم عن المعرض. المعرض أنت وريته الحق فأعرض، وريته إنه دعاء غير الله شرك ده وأعرض ورفض، قال برضو بدعو، أديته الأدلة وفيهما برضو رفض، ده كافر تعيينا. فالفتوى دي بتتكلم عن إنسان وروا الحق
وأعرض عنه. عشان كده الشيخ الفوزان في شرحه لكشف الشبهات في الصفحة 46، لا في نهاية الكتاب من شرح كشف الشبهات تقريبا، فإذا عرض للمسألة دي قال إحنا بنكفر منه، قال إحنا بنكفر الإنسان البويل له إنه دعاء غير الله شرك مثلا، وذكرت له الأدلة من الكتاب والسنة، وأبى، قال أنتم خامسية كاتب كده أو أنتم وهابية، ورفض التوحيد والحق بعد ما تعلموا وعرفوا، ده كافر تعيينا، مش دعا غير الله ده كافر تعيينا. فكل الفتاوى ذكر هذا الرجل كلها ضده، بس هو حاول يفهمها للناس غلط. ذكر له كمان دليل، قال وده الدليل الوحيد اللي ذكره وذكره من السنة ولبس به على الناس، قال أبو الرسول صلى الله عليه وسلم في النار، وجاب الحديث بتاع أبي وأبوك في النار أو إن أبي وأباك في النار، وقرأ غلط ذاته. المهم قال وجاب حديث ثاني حيثما قال، هو قال كده قال حيثما مررت بمشرك فبشره بالنار، قالوا وين الرسول ما قال تقام عليه الحجة، وقال أبو الرسول صلى الله عليه وسلم هم ديل قبل الإسلام ذاته وكفار، أي صح قبل الإسلام وكفار، لكن كان في الملة الإبراهيمية موجودة التوحيد، يعني ده ما ديل ما يعذر بالجهل لأنه كان في الحق، كان في الحق موجود. ومن الناس الآمنوا بالملة الإبراهيمية وبالتوحيد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن عمرو بن نفيل، وجاءت قصته في صحيح البخاري وغيره، وكان يتكئ على الكعبة يقول يا معشر قريش أو كلمة نحوها، الشاة خلقها الله وأنبت لها الكلى والعشب تذبحونها لغير الله، يعيب عليهم الشرك. وطلع مجى الشام لقى نصراني، قال له دلني على دينكم لعلي أن أكون نصرانيا، فذاك قال له ديننا ده يعني عاب له دين النصرانية، مشى لليهود ذاك عاب له دين اليهود، في النهاية قالوا له الاثنين، قالوا له ما نرى دينك الذي تطلبه إلا أن يكون حنيفا مسلما أو حنيفا. فرجع من الشام قال له وهذا أوان النبي في بلادك، ركب من الشام ماشي لمكة عشان يلحق النبي صلى الله عليه وسلم، في الطريق جو لصوص عدوا عليه وقتلوه، فقال اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم حنيفا، وسجد على دابته وكده، والقصة معروفة، قتلوه بعد ذاك مات. سأل عنه سعيد بن زيد ابنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبوي ذا مصيره شنو معنى الكلام، فقال له إن أباك يبعث يوم القيامة أمة وحده، ده قبل ما قبل الإسلام، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم مشى الجنة، يبقى كان في الحق وكان في التوحيد ولا ما في؟ في. فزول ده زول ملبس يا ناس، والله ملبس، ويخرب عليكم دينكم كله. اسمه هاشم، ده مين ده؟ خلاص هاشم بن عبد بتاع جمعية الكتاب والسنة، وده بخرب عليكم دينكم. والحق حق لنا يا جماعة من أي حاجة، الحق حق لنا من أي قريب ولا بعيد، ده الحق، انتبهوا للمسألة دي. طيب قال صفة قيام الحجة في المسائل الظاهرة هي بلوغ الدليل، والعبرة سماع الدليل وليس فهمه، ده كلام باطل. شيخ الفوزان زي ما بينا قبيل في المسجد قال أن تبلغه الحجة على وجه يفهمه إن أراد الفهم، إن أراد الفهم. وربنا قال رد على هذا الكلام كما بينا في الآية وغيرها من الآيات الكثيرة. طيب قال ودين هم بيشوشوا بها كثير جدا يا جماعة، يقول انه في بلاد ما بلغته الدعوة، نقل له فتاوى بالحتة دي، قال بلاد ما بلغت شنو؟ الدعوة. طيب المقصود بالدعوة بلاد ما بلغته الدعوة، قالوا ذل بيعذر. طيب المقصود بالدعوة دي كلمة الدعوة دي، الدعوة الصحيحة دعوة الحق ولا الدعوة الباطلة؟ الدعوة ده الحق، أيوة. يعني لو في بلاد ما وصلت دعوة الحق الدعوة السلفية، وصلت دعوة الباطل صوفية تجانية سمانية غيرهم، وما وصلت دعوة سلفية، نحن بنقول ده ليعذر صحيح ولا ما صحيح؟ بناء على الفتاوى اللي نقله ذاته، وده الحاصل أصلا.
هو ده الحاصل يا ناس اصلا. ولو قال بالاخرى قال المقصود بفتاوى العلماء انه البلاد ما بلغت الدعوه نعذر اهلها بالجهل، والمقصود بالدعوه هنا دعوه الباطل، يكون اتهم العلماء، انما العلماء دعوا الى شنو؟ الباطل. وده هو ذاته ما بقوله، هو قاصد ويعلم انه الفتاوى دي مقصود بها انه البلاد تبلغ دعوه شنو؟ الحق، اللي هو الدعوه السلفيه واحده ما في غيرها، الحق واحد. الشافعي قال الحق واحد في كل مساله من المسائل، واحد بس. طيب بعد ذاك البلدان اللي وصلوها دعاة الشرك ودعاة التصوف والروم وقلبوا لهم التوحيد شرك والسنه بدعه وغيرها، لان عذرهم بالجهل. وده كلام الامام محمد امان الجامي ذكرنا قبيل، وكلام العثيمين وكلام الفوزان وكلام غيره وكلام غيره وكلام غيره. طيب تلبيسه على ابن تيميه رحمه الله تعالى، ابن تيميه من اعظم العلماء الذين دافعوا عن اثبات العذر بالجهل. طيب يا جماعه، فابن تيميه من اعظم العلماء الدافعوا عن مساله اثبات العذر بالجهل، بالذات في المجلد رقم 3 من مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه. تكلم كلام طويل وذكر ادله كثيره من الكتاب والسنه على اثبات العذر بشنو يا جماعه؟ بالجهل. منها حديث الرجل الذي قال شنو؟ جمع ابناه وجمع قال مجمع الحطب ولعوا النار اذا انا مت ولحد ما ابقى رمات جرني مع الرياح، والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا الى اخره، ففعلوا به وربنا قال لكم فكان. فقال كيف ما حملك على ذلك؟ قال خفتك وخشيتك، قال الله اشهدكم اني قد غفرت له الى اخره. فابن تيميه ذكر ان الرجل ده اتى باشياء مكفره بالاتفاق، شك في قدره الله وفعل وفعل وفعل. قال رغم ذا لما كان جاهلا. وتاني ذكر له عذر اخر، قال ربنا سبحانه وتعالى غفر له وعفاه. وذكر ادله كثيره جدا من السلف ومن الصحابه ومن كده ومن كده، كلمات منهم قويه في هذه المساله. فالرجل ده دار يلبس على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله. اما الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكرنا كلامه، واذكر لكم زياده من هذا الكتاب دعاوى المناوئين لدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عرض ونغ، اعداد دكتور عبد العزيز بن محمد بن علي ال عبد اللطيف، عضو هيئه التدريس بقسم العقيده والمذاهب المعاصره بجامعه الامام محمد بن سعود، طبع ونشر بمطبعه الرئاسه العامه للبحوث العلميه والافتاء. خلاص؟ طيب الصفحه 220 223 224 نقل فتاوى محمد بن عبد الوهاب في التهمه دي. التهمه دي بيقولوها فيه الصوفيه والشيعه. التهمه دار لبسها له شيخ جمعيه الكتاب والسنه ده لمحمد بن عبد الوهاب، دي اصلا جابوها الرافضه الشيعه وجابوها الصوفيه دايرين لبسوها في محمد بن عبد الوهاب في حياته، انه ما بيعذر بالجهل وكده. محمد بن عبد الوهاب رد عليه حي بنفسه، وذكر الردود دي وكلام محمد بن عبد الوهاب ده ذاته الشيخ العثيمين في شرحه لكشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب. شرح الشيخ العثيمين لكشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب عليهم رحمه الله ذكر نفس الفتاوى دي. طيب قال محمد بن عبد الوهاب في رسالة لمحمد بن عيد أحد مطاوعة ثرمداء، يقول فيها الإمام محمد بن عبد الوهاب: وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة، أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. بالله كلام واضح ولا ما واضح؟ أعيد ثاني. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: وأما ما ذكره الأعداء عني، يعني الناس اللي قالوا محمد بن عبد الوهاب ما بيعذر بالجهل ديل منو؟ ديل أعداء. وأما ما ده محمد بن عبد الوهاب بيتكلم: وأما ما ذكره الأعداء عني أني أكفر بالظن أو بالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة،
فهذا بهتان عظيم. كذب عليه قال. في أوضح من كده يا جماعة؟ طيب، فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن دين الله ورسوله. ثاني ما تجي تقول لي لا فهمها كده وقصده، وده محمد عبد الوهاب ذاته قال لك ده كذب عني أنا، وده قال لك أطلقوا الأعداء فيني. طيب، منقول من كتاب مجموعة مؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب الجزء 5 الصفحة 25. وفي رسالته لأهل القصيم يشير الإمام محمد عبد الوهاب إلى مفتريات الخصم العنيد ابن سحيم، ويبرئ نفسه من فرية تكفير المسلمين وقتله. يقول الشيخ محمد عبد الوهاب: والله يعلم أن الرجل افترى علي أمورا لم أقلها ولم يأتي أكثرها على بالي، قال أنا لا قلتها ولا خطرت على بالي ذاته. فمنها قوله: إني مبطل كتب المذاهب الأربعة، وإني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، وإني أكفر من توسل بالصالحين، وإني أكفر البوصيري لقوله يا أكرم الخلق إلى آخر، وإني أكفر من حلف بغير الله. جوابي عن هذه المسائل أن أقول سبحانك هذا بهتان عظيم. طيب، ويؤكد الشيخ محمد عبد الوهاب بطلان هذه الفرية، فيقول في رسالته لحمد التويجري: وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول: الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر، ونقول سبحانك هذا بهتان عظيم، بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك فهو المسلم في أي زمان وأي مكان، وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته بعدما تبين له الحجة على بطلان الشرك. واضح ولا ما واضح يا جماعة؟ هذا ده هوس وكذب، ذو المحتال دار يغش الناس بس. أمش لسه الفتاوى جاية. قال: وهذا هو الشيخ عبد اللطيف على الشيخ الكبير، يبين تورع جده الإمام محمد بن عبد الوهاب في التكفير، فيقول في كتابه منهاج التأسيس صفحة 65-66: والشيخ محمد أي ابن عبد الوهاب رحمه الله من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً عن إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها. واضح ولا ما واضح؟ ولا ذر شرح. طيب، ويورد الشيخ عبد اللطيف في معتقد الشيخ الإمام محمد عبد الوهاب في مسألة التكفير، ده حفيد طوالي تكلم عن جده، فيقول: فإنه لا يكفر، يعني محمد بن عبد الوهاب، إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر. بلوغها كمان ما بلوغها ساي، بلوغها شنو يا جماعة؟ المعتبر. وبلوغ المعتبر كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية. فتاوى كثيرة جاء الرجل ده يكذب على ابن تيمية وعلى الشيخ الفوزان وعلى محمد بن عبد الوهاب عشان يبقي الناس تكفيرين. دي خلاصة دعوة الرجل. نختم إن شاء الله في الدقائق دي قبل الإقامة شيخ ضحوية أو أي أحد من المشايخ. تفضل.